أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك مبدأ واحد للخير والرحمة والعطاء، وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فما من عطاء ولا رحمة إلا من فيضه، ومرد الخير والأمر كله إلى الله. والإسلام رسالة الرحمة من رب الرحمة على يد رسول الرحمة. الرسالة تتمثل في القرآن الكريم، وعن هذه هي الرسالة، رسالة الرحمة. وصف الله نفسه بالرحمة وصفا متكررا، ووصف الرسول بالرحمة، هل للعرب أم لأهل مكة وحدهم؟ كلا، بل للعالمين. كلما اتسع الزمن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، ورحمته تعم العالمين. ثم أن هناك رحمة مكثفة ومبلغة كل فوز وكرامة ونجاح. هذا المستوى من الرحمة خاص بالذين آمنوا بالرسول وبالذين آمنوا بالله ورسوله. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه هي قيادة أهل الإيمان، قيادة يفيض قلبها بالرحمة والرأفة. فالحمد لله الذي جعلنا أمة هذا النبي الموصوف بالرحمة. ضمن برنامجها في موسم المصطفى للسنة الرابعة على التوالي، تقيم اللجنة الثقافية في مأتم المر لليلة الثانية ليلة قرآنية مع مجموعة من القراء، قراء القرآن الكريم، ومع فرقة طه للتواشيح الإسلامية. نبدأ هذه الأمسية القرآنية مع القارئ صادق الصفار مع ما تيسر من سورة الأنبياء، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فهل
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
الحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار أحسنت بارك الله فيك أخ صادق على هذه القراءة الجميلة ونشكر لك هذا الحضور. أما الآن فمع القارئ محمود المحروق مع سورة المطففين فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. نقرأ إن شاء الله تعالى من سورة المطففين الآية 22 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار أحسنت بارك الله فيك أخ محمود على هذه القراءة الجميلة ونشكر لك هذا الحضور. أما الآن مع القارئ السيد جعفر مجيد مع ما تيسر من سورة مريم فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية.
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. نشكر القارئ سيد جعفر على هذه القراءة الجميلة ونتمنى له التوفيق
وأن يكون من المتمسكين بالقرآن الكريم إن شاء الله. هنا لنا وقفة عتاب أيها الأحبة، وأنا في هذا المجال أذكر نفسي قبل أن أذكركم. لقد اختصنا الله نحن أمة الإسلام بعدد من المميزات التي لم يختص بها أحد من الأمم السابقة علينا أو في الأديان السماوية السابقة. إحدى هذه الميزات كما نعلم أحبتي أن القرآن، وهو الكتاب المنزل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الأمة الإسلامية، لم يحرف، وهو إلى اليوم كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أحبتي لنا أن نتساءل، كم من شاب وصل عمره إلى 18 أو إلى 20 ولا يكون في رصيده ختمة للقرآن، خصوصا ونحن الآن نعيش في عصر التقدم والتطور، وصار من المتيسر الوصول إلى القرآن الكريم وإلى مدارس تعليم القرآن. فنسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن، وأن نكون من الفاهمين له، ومن المتمسكين بمن يمثلون خط القرآن. أحبتي الآن مع الفقرة الرابعة مع القارئ أحمد محفوظ، يقرأ لنا ما تيسر من سورة الأحزاب، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أقرأ من سورة الأحزاب آية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد Ali.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا وأصيلا هو الذي
هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر القارئ أحمد محفوظ على هذه القراءة الجميلة التي شنف بها أسماعنا، ونسأل الله أن يجعلهم من المستأنسين بنور القرآن.
آخر فقرات حفلنا أيها الحضور الكريم مع فرقة طه للتواشيح الإسلامية، فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. القيوم الحي، أنقذني
الباري ورغبته كالماء كالماء يطفئ من نيرانه اللهب والذنب كالجزل تورا النار فيه والذنب كالجزل تورا النار فيه فهل صببت ماء على النيران أم حطبا يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا متعالي يا عليما بحالي يا خالق السماء الله يا موجز الأشياء الله قمرا شمسا وهوى الله يا ربنا وإلهنا ارفع عنا هذا العنا يا ذا الجاه فالطف بنا وارزقنا الراحة والهنا آمين الله من كل بلاء هو ينجينا الله ولدرب الخير هو يهدينا الله بعلي الطور مذ يأتينا الله يروينا الكوثر إذ يسقينا يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا سابغ النعمات يا دافع النقمات يا سامع الدعاء الله يا واسع العطاء الله يا دافع البلاء الله اصفح ربي عما مضى وادفع عنا سوء القضاء بالمصطفى والمرتضى يا ربي أنعم بالرضا آمين الله من كل بلاء هو ينجينا ولدرب الخير هو يهدينا بعلي الطور مذ يأتينا يروينا الكوثر إذ يسقينا يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فأجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله إلهاً أوجد الكونين والإشراق والإصباح إلهاً أوجد الكونين والإشراق والإصباح إلهاً أوجد الكونين والإشراق والإصباح ويا من نوره يبدو إلى الرائين كالمصباح تلطف واسقنا شهداً نروي هذه الأرواح إلهي واهدنا نورا بحق الخمسة الأشباح إلهاً أوجد الكونين والإشراق والإصباح ويا من نوره يبدو إلى الرائين كالمصباح تلطف واسقنا شهدا نروي هذه الأرواح إلهي واهدنا نورا بحق الخمسة الأشباح صدقنا يقينا في توكلنا كنا استطعنا قل ربنا عبدي أطعني تكن مثلي
ففيه شفاء حاسب للداء آياته شافيه
الذي كل القلوب به تقر وتشهد. يا من تفرد بالجلال ضياؤه وسناؤه وله البقاء السرمد. يا من تفرد بالجلال ضياؤه وسناؤه وله البقاء السرمد. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيحصل. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيحصل. يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي هب لي الرضا فبي حياتي تسعد. يا منتهى سؤلي وغاية مقصدي هب لي الرضا فبه حياتي تسعد. وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. يا من له عنت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. الله 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 الله. صل على محمد وآل محمد. نشكر فرقة طه للتواشيح الإسلامية على ما أتحفونا به من فن راق من خلال هذا الفن الراقي الإسلامي. في الختام نسأل من الله أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم ومن السائرين بهداه. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.